البروجكت بتاعي اصلا هو اسمه تين فويس. فكره البروجكت احنا فكرنا في ايه المشكله اللي بتقابل المراهقين ليها علاقه بالتغير المناخي، ولقينا ان الصحه النفسيه او مشاكل الاضطرابات الفسيولوجيه والنفسيه عند المراهقين في السنه ده بتكون كبيره جدا، خصوصا مع يعني تبعات التغير المناخي على مناطق الارياف او فساد المحاصيل اللي كانت حصلت حتى من سنه في المانجا الاسماعيلي تقريبا او السويسي. لقينا ان اغلب المزارعين المحصول بتاعهم او المجهود بتاعهم طول السنه ضاع، فده اكيد اثر على القريه او البلده اللي هم فيها، وبالتالي اثر على نفسيه الاطفال اللي عندهم. فاحنا كنا حابين ان المشروع يكون بيوعي الاطفال او المراهقين من سن 10 سنين لحد 15 سنه بالتغيرات الفسيولوجيه والجسديه عندهم، ونوعي اكتر اهلهم كمان ازاي يتعاملوا معاهم في الفتره دي. قبل جرينش كلوب هي كانت بالنسبه لي مجرد فكره عابره، انا شايف مشكله في المجتمع اللي حواليا ومش عارف ازاي ممكن اصوغها في كمشروع او كمؤسسه ناشئه يعني. بعد ما دخلنا جرينش وشفنا الوركشوب او السيشنات اللي هم كانوا بيوفروها لنا، او حتى لو كان في شراكات مع ناس متخصصين في موضوع التوعيه بالصحه النفسيه او بالتوعيه بتغير المناخ تحديدا يعني، لقينا ان ده سهل علينا كتير قوي ازاي نحط رجلين على اول الطريق، ازاي نحط النقط الاساسيه في الكونتنت اللي احنا هنقدمه للاطفال او هنقدمه في المشروع بتاعنا بعد كده.